المجمع المقدس خلال اجتماعه مؤخراً، نقل المطران فيلومينوس مخامرة رئيساً لدير المصلبة في القدس. وبهذه المناسبة أقامت رعية كنيسة السيدة العذراء للروم الأرثوذكس في محافظة المفرق قداس وداع لسيادته، رافعين فيه الدعاء أن يبارك خدمته الأسقفية القادمة مكللة بالنعم السماوية. إلى المزيد. احمدوا الرب لأنه صالح لأن إلى. أقيم في كنيسة رقاد السيدة العذراء للروم الأرثوذكس في محافظة المفرق قداس وداع للمطران فيلمنوس مخامرة رئيس أساقفة بيلا، عقب قرار المجمع المقدس ترقيته رئيسا لدير المصلبة في القدس. عاونه فيه الأب ديمتروس السماوي راعي الكنيسة بمشاركة جوقة الكنيسة وحضور أبناء الرعية. إلى متى أقدم لكم هدية صغيرة. وخلال القداس قدم المطران فيلمونوس هدية تحوي أيقونة العذراء الأورشليمية كتذكار للكنيسة والرعية وجوقة المرنمين، حاثا سيادته خلال كلمته الجميع أن يبقوا متمسكين بإيمانهم وكنيستهم، قائلا إن الكنيسة تقوى بأبنائها وشبابها، مضيفا سوف أذكركم في صلاتي أينما كنت. فليروا أعمالكم الصالحة ويمجد أبوكم الذي في السماوات. بقدم لكم شكر، ما بدي أكثر في الشكر، لأنه إذا شكرتكم كثير بعدين عند ربنا بضيع كل إشي، فأنا بخلي الشكر عند ربنا. ربنا يكافئكم، يعطيكم عقد نيتكم، يعطيكم عقد محبتكم على احترام كل الكنيسة. إن شاء الله بركة ربنا تكون معاكم. إحنا بنعرف دائماً أنه خلاصنا هو بالطاعة. كما شكر الأب سماوي سيادة المطران على خدمته ودعمه المتواصل للكنائس ورعاياها وشبيباتها في الشمال، مقدماً له درعاً كعربون شكر ومحبة باسم الرعية. وقدمت جوقة رقاد السيدة ممثلة بقائدها المرتل الأول الدكتور رامي سماوي هدية خاصة لسيادته، ممتنين فيها له على خدمته الأسقفية المحبة والمكرسة لخدمة الكنيسة ومؤمنيها. أنا إذا كسبت شيء كسبت محبتكم، كسبتكم أنتوا، كسبت صلواتكم. حقيقة كان لكم أثر كبير في داخلي، بحب كل الكنيسة، في عمل كل الكنيسة، في طاعتكم. يوم صار الخير.